بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عبد الرحمن طلبة أستاذ تاريخ وجغرافيا ومعد ومقدم قناة إيفرست إي تي التعليمية. النهاردة هنراجع الدرس الثالث للصف الثاني الإعدادي، درس باسم المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي. طبعا المناخ في الوطن العربي مناخ متنوع، ونتج عن هذا الأمر تنوع المحاصيل وتنوع النباتات. طب المحاصيل والنباتات لما تتنوع ينتج عن هذا الأمر التكامل الاقتصادي في الوطن العربي، يعني كل دولة بتكمل الدولة الثانية. طب ما هي العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي؟ عندي ثلاث عوامل: الموقع بالنسبة لدوائر العرض، القرب أو البعد عن المسطحات المائية، والتضاريس. الموقع بالنسبة لدوائر العرض هو الموقع الفلكي، القرب او البعد عن المسطحات المائيه ده الموقع الجغرافي، وطبعا التضاريس اللي هي المرتفعات اللي احنا عارفينها. اول عامل عندي اللي هو موقع بالنسبه لدوائر العرض. طبعا الوطن العربي بيقع في المنطقه المداريه الحاره ما عدا الاطراف الشماليه، وتقع في المنطقه المعتدله الدفيئه. طب السؤال يجي هنا ازاي؟ برهن على صحه العباره: يؤثر الموقع بالنسبه لدوائر العرض على المناخ. اقول له: حيث كلما اقتربنا من دائره الاستواء بترتفع درجه الحراره، وكلما ابتعدنا عن دائره الاستواء نحو الشمال او الجنوب تنخفض درجه الحراره. اما العامل الثاني اللي هو القرب او البعد عن المسطحات المائيه، برضو السؤال يجي لك برهن على صحه العباره: القرب او البعد عن المسطحات المائيه بيؤثر في المناخ. عند الاجابه بتاعتي بتكون مقسمه الى قسمين: المناطق الساحليه والمناطق الداخليه. المناطق الساحليه بتكون معتدله، طبعا المدن بقى زي اسكندريه طرابلس او بيروت. اما المناطق الداخليه هي البعيدة عن تأثير البحر، وبيسموا المناطق ديت المناطق القارية، حيث أن الصيف بتاعها مرتفع درجة الحرارة والشتاء منخفض. طب يجي يقول لك سؤال: بما تفسر اعتدال حرارة الجهات الساحلية في الوطن العربي؟ طبعا بسبب تأثير المسطحات المائية، لأن البحر قريب منها. طب ليه المناطق الداخلية أو القارية درجة الحرارة فيها مرتفعة؟ أقول له: عشان بعيدة عن المسطحات المائية. تالت عامل عندي التضاريس. برضه يجي لك السؤال هنا: برر على ساحه العباره تؤثر التضاريس في مناخ الوطن العربي، بس هنا الاجابه بتاعتي بنكون مقسمه الى قسمين: في الارتفاع وفي اتجاه الكتل الجبليه. الارتفاع اللي هو الاجابه المعروفه والمحفوظه اللي هو كلما ارتفعنا 150 متر بتنخفض درجه الحراره 1 درجه مئويه، ولذلك هيجي لك سؤال بما تفسر: نجد في الوطن العربي جبال لبنان يغطي القمم الجبليه الخاصه بها بالجليد. اقول له برضه: عشان كلما ارتفعنا 150 متر كل 1 درجه مئويه. اما اتجاه الكتل الجبليه، يجي لك السؤال: يؤثر اتجاه الكتل الجبليه على المناخ؟ ولذلك هنلاقي السفوح المواجهه من الجبال للبحر اخضر مطرا من المناطق الداخليه، اللي هي المناطق اللي بيسموها ظل المطر، يعني المنطقه اللي بتواجه البحر دي منطقه غزيره المطر، اما المنطقه الخلفيه او الداخليه اللي هي البعيده عن البحر بيسموها ظل المطر. ليه؟ بسبب اصطدام الرياح المحمله ببخار الماء واللي جايه من المسطحات المائيه بالجوانب اللي بتواجه الجبل زي جبل اطلس. الاقاليم المناخيه والنباتيه في الوطن العربي. الاقليم المناخي معناه مساحه من الارض تتميز بظروف مناخيه واحده، يعني الاقليم دوت المناخ بتاعه شبه بعض، والاقليم ده شبه بعض، والاقليم ده شبه بعض. طب انا عندي بقى كام اقليم موجود في الوطن العربي؟ عندي بقى اقليم البحر المتوسط، ده موجود على البحر المتوسط. تاني اقليم اللي هو اقليم الصحراوي اللي هو اكبر الاقاليم 80% من مساحه الوطن العربي. تالت اقليم عندي اللي هو الاقليم المداري. اولا اقليم مناخ البحر المتوسط، ده بيقع في الاطراف الشماليه للوطن العربي المطلع على سواحل البحر المتوسط، والمناخ بتاعه الصيف ارتفاع الحراره في النهار وبينخفض في الليل، وفي الشتاء معتدل الحراره وممطر. اهم الغابات اللي موجوده عليه هي الغابات المعتدله. الغابات دي بتنتشر فوق منحدرات الجبال اللي هي فيها مطر زي جبال اطلس وجبال الشام وشمال العراق. اهم الاشجار شجره اسمها الارز اللي هي بتتخذها لبنان شعارا لها، والبلوط الفليني والصنوبر. اما الحشائش الموجوده هي الحشائش المعتدله الستبس التي تنمو بين اقليم البحر المتوسط والاقليم الصحراوي، وبتزدهر في الشتاء وبتجف في صيفا. واهم الحيوانات اللي عليها اللي هي بتربى عليها الاغنام والماعز والابقار، ولذلك يجي لك سؤال هنا بما تفسر اهميه حشائش الاستبس؟ اقول له: بيربى عليها الاغنام والماعز والابقار. تاني اقليم عندي هو اقليم الصحراوي،
هو بيشغل 80% من مساحة الوطن العربي، يمتد بين الإقليم المداري في الجنوب والبحر المتوسط في الشمال. المناخ بتاعه الصيف مناخ قاري شديد الحرارة في النهار، والشتاء مناخ قاري شديد البرودة في الليل. عندي بقى النباتات الصحراوية، فنباتات تختلف حسب كمية المطر، حيث أن الأمطار القليلة بتنمو الحشائش القصيرة، أما المناطق نادرة المطر بينمو فيها نباتات شوكية كالصبار. أما الحيوانات اللي بتعيش في الإقليم ده حيوان مثل الإبل والغزال والزواحف. تالت إقليم عندي هو الإقليم المداري. طبعا الإقليم المداري بيقع في جنوب الوطن العربي، في جنوب السودان، جنوب موريتانيا، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية ووسط الصومال. المناخ بتاعه الصيف بيتميز بارتفاع الحرارة وسكوت الأمطار، يبقى الأمطار في الإقليم المداري صيفية، أما الأمطار في الإقليم بحر المتوسط شتوية. وهنا الشتاء بيتميز بانخفاض الحرارة والجفاف. أما الغابات اللي هنا غابات مدارية، هي شبه الغابات الاستوائية، وموجود بها أشجار بتسمى أشجار الصمت. ويجينا سؤال بما تفسر أهمية أشجار الصمت، بيستخرج منها السمغ العربي. أما الحشائش اللي هنا حشائش السافانا، والحشائش ديت طولها بيختلف من الجنوب للشمال. ليه؟ حسب كمية المطر. أما الحيوانات اللي فيها الزراف والأفيال والأسود والنمور، وبيسموها حديقة حيوان طبيعية، طبعا عشان بيعيش فيها حيوانات آكلة للعشب وحيوانات آكلة للحوم. وفي الختام أتمنى يكون مراجعة الدرس النهاردة عجبتكم، وطبعا ما تنسوش لايك سبسكرايب شير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.